أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، معكم مستر أيمن حنفي خبير الرياضيات بجريدة الوفد التعليمية وقناة الوفد التعليمية. النهاردة هنقدم لكم معادلة الخط المستقيم في الهندسة للصف الأول الثانوي. معادلة الخط المستقيم لها أكثر من صورة، في الحقيقة صورة متجهة والصورة إحداثية والمعادلتين الوسيطيتين اللي هي البارامترية. بس في معادلة الخط المستقيم محتاجة منا في الحقيقة الميل، مهم جدا أكون عندي معلومات إزاي بجيب الميل، ميل الخط المستقيم، وأيضا أكون عارف متجه اتجاه الخط المستقيم عشان أوصل للصورة المتجهة. الميل في الحقيقة لو أنا عندي مستقيم بيمر بنقطتين هيبقى الميل فرق الصادات على فرق السينات. لو الميل للمستقيم، المستقيم بيصنع زاوية مع محور السينات، هيبقى الميل ذات زاوية. طيب لو يوازي محور السينات هيبقى الميل بصفر. يوازي محور الصادات الميل غير معرف أو واحد على صفر. لو قال إن المستقيم بيوازي مستقيم آخر، هجيب ميل المستقيم الآخر، الميل يساوي الميل. لو كان المستقيم بالصورة الإحداثية هيبقى سالب معامل سين على معامل صاد، وإن كان عمودي الميل هو معامل صاد على معامل سين. تعالوا نشوف إزاي الصور المختلفة لمعادلة الخط المستقيم. معادلة الخط المستقيم له صورة اسمها الصورة المتجهة، هنشوف على الوايت بورد، اللي هي ر بتساوي قاف زائد كاف ي. في اليمين اهيت اسفل الوايت بورد، القاف نقطة بيمر بها المستقيم، اي نقطة، والكاف ده ثابت، واليه متجه اتجاه المستقيم، متجه اتجاه. والمعادلة اللي فاتت دي بيسموها المعادلة المتجهة او الصورة المتجهة. بنقدر نجيب منها س بتساوي س واحد زائد كاف الف، وص بتساوي ص واحد زائد كاف ب. س وص دول اللي هم ر، وس واحد وص واحد اللي هي النقطة اللي بيمر بيها، وي اللي هي ألف وب متجه لاتجاه. أما أجيب المعادلتين دول اسمهم الوسيطيتان. الصورة البارامترية هي ص ناقص ص واحد على ب، وس ناقص س واحد على ألف، أو ص ناقص ص واحد على س ناقص س واحد بتساوي ب على ألف، اللي هو الميل، الميل اللي هو ب على ألف. وتسمى الصورة دي بالصورة الكارتيزية أو الإحداثية. نشوف مثال بيقول أوجد الصور المختلفة لمعادلة المستقيم الذي يمر بالنقطة 2 وسالب 3 ومتجه الاتجاه له 1 و2. يهمنا جدا نقطة ومتجه اتجاه أو نقطة وميل. إحنا مش هنوصل لمعادلة المستقيم غير بنقطة ومتجه اتجاه أو نقطة وميل. هو مديك في المثال ده بيقول لك يمر بالنقطة ومتجه الاتجاه. نبتدي بالصورة المتجهة. أنا عندي النقطة 2 وسالب 3 متجه الاتجاه 1 و2. تشوف الميل أجيبه إزاي من متجه الاتجاه؟ الصادات على السينات من عند اليه اللي هي متجه الاتجاه. 2 على 1 هي دي الميل. بقى معاك ميل ومعاك متجه الاتجاه ومعاك نقطة. تقدر تجيب أي صورة. عايز الصورة المتجهة، ر بتساوي النقطة اللي بيمر بيها اللي هي 2 وسالب 3 زائد كاف في متجه الاتجاه. لو عايز المعادلتين الوسيطيتين هنفك الر دي بسين وصاد، ناخد الاحداث السيني يساوي السينات من هناك اللي هو 2 وواحد في كاف، وناخد الاحداث الصادي من الر يساوي السالب 3 زائد 2 في كاف. دي الوسيطيتان. اما المعادله الكارتيزيه هي صاد ناقص صاد واحد على سين ناقص سين واحد. الصاد واحد والسين واحد اللي هو النقطة اللي بيمر بيها، إنما الصاد والسين موجودين في المعادلة أصلا. صاد ناقص صاد واحد اللي هي صاد ناقص ناقص تلاتة تبقى موجب تلاتة على سين ناقص اتنين بتساوي الميل اللي هو الصادات على السينات من متجه الاتجاه اللي هو ايه؟ الصادات على السينات اللي هي اتنين على واحد. لو ضربنا طرفين في وسطين هنوصل للمعادلة اللي قدامنا دي. لازم تدور على نقطة يمر بيها متجه اتجاه ميل. متجه الاتجاه والميل أحدهما يكفي.
تعال نشوف مثال تاني بيقول اوجد معادلة المتجهة، هو طالب المتجهة بس، للمستقيم المار بالنقطتين. طيب اي نقطة فيهم تنفع قاف؟ متجه الاتجاه اللي هو ايه، هو عبارة عن طرح النقطتين. نختار احدى النقطتين ولتكن قاف اللي بيمر بها سالب 1 و4، وكان ينفع 2 و7. اما الميل هو فرق الصادات على فرق السينات زي بعضه، سالب 7 - 4 يبقى سالب 11 على 2 - 1 = 3. ده الميل، انا اقدر اعمل منه متجه الاتجاه، البسط بتاعه صادات والمقام السينات اهو. كويس جدا، خلاص جبنا متجه الاتجاه او كنا طرحنا النقطتين مفيش مشكلة. يعني سالب 1 - 7 - 4 - 11 و2 - 1 = 3، برضو كنا نوصل لمتجه الاتجاه. خلاص الصورة المتجهة هي ر بتساوي نقطة يمر بها اللي هي سالب 1 و4 اللي اخترناها، زائد كاف في متجه الاتجاه. كويس جدا، بيقول اوجد الصور المختلفة لمعادلة مستقيم يمر بنقطة. كويس جدا ان في نقطة، ويصنع زاوية قياسها باي على 4 مع الاتجاه الموجب لمحور السينات. احنا بنقول يا جماعة احنا عايزين نقطة وميل او متجه اتجاه. انا معايا زاوية اقدر اجيب ظا الزاوية، ظل الزاوية يعني الميل، ظا باي على 4 اللي هي ظا 45، كده انا معايا الميل. هو عايز الصور المختلفة. طب احنا معانا ميل، الميل بواحد ومقام واحد، اقدر اجيب منه متجه الاتجاه 1 و1. النقطة اللي بيمر بيها 3 و 4، يبقى الصورة المتجهة ر بتساوي نقطة يمر بها 3 و 4 زائد كاف في 1 و1. واقدر اجيب الوسطيتان، س بتساوي 3 + 1 ك وص بتساوي -4 + 1 ك. المعادلة الكارتيزية صاد ناقص صاد 1 اللي هي سالب 4 تبقى موجب 4 على س ناقص 3. صاد 1 وس 1 بيجوا من النقطة اللي بيمر بيها، بتساوي الميل اللي هو 1 وطرفين في وسطين. كويس جدا، بيقول إذا كان المستقيم، مثال آخر، الذي يمر بالنقطة، مدينا نقطة يمر بيها، والمتجه سالب 1 و2 هو العمودي عليه. كده مش مدي الميل، مدي العمودي ومتجه اتجاه العمودي. انا معايا نقطه يمر بها سالب 3 و5، والمتجه العمودي على المستقيم سالب 1 و2. لو انا عكست الاحداث السيني مع الصاد مع تغيير اشاره احدهما، كده انت جبت متجه اتجاه المستقيم المطلوب. تاني كده، انا ده سالب 1 و2، ده متجه اتجاه العمودي، اعكسهم اجيب السينات مكان الصادات وغير اشاره اي واحده فيهم، كده احنا جبنا متجه اتجاه المستقيم المطلوب. كده معانا 2 و1 متجه اتجاه والميل 1/2. بكده معاك ميل ومتجه اتجاه، تبقى المعادلة على الصورة المتجهة ر بتساوي نقطة يمر بها زائد كاف 2 و1 متجه اتجاه المستقيم. والمعادلة الكارتيزية صاد ناقص 5 على س ناقص 3 يبقى موجب 3، بتساوي الميل الصادات على السينات 1/2 طرفين في وسطين. طيب بيقول لي اوجد معادلة المتجهة والمعادلة العامة للمستقيم المار بالنقطة 3 و1، مديني نقطة يمر بها ويوازي المستقيم. المتوازيان يا جماعة لهم نفس الميل، لهم نفس الميل. كويس جدا، خلاص انا هجيب ميل المستقيم ده، هيبقى ميل المستقيم المطلوب. المستقيم ده ميله سالب معامل س على معامل ص، يعني سالب 2 على سالب 3، يعني 2/3. بقى معايا ميل 2/3 ومعايا نقطة يمر بها، خلاص كويس جدا، اقدر استخدم الميل ده للمستقيم بتاعنا احنا، لان المتوازيان لهم نفس الميل. خلاص يبقى الميل 2/3، اقدر اجيب منه متجه الاتجاه ده هو 3 و2، واجيب الصورة المتجهة ر بتساوي قاف نقطة يمر بها زائد كاف ومتجه الاتجاه، واقدر اجيب المعادلة العامة اللي هي الاحداثية كالاتي. بكده اعزائي طلبة وطالبات الصف الاول الثانوي، قدمنا ليكم في مادة الهندسة معادلة الخط المستقيم
كاملة، وإن شاء الله هنتقابل تاني مع الجبر في الترم التاني الموجود دلوقتي قريبا بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.